وللتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. اهلا ومرحبا بك استاذ لبيد. بدايه 15 عاما والحكومات التي تعاقبت على حكم العراق لم تأبه لحال العراقيين ولم تأبه بالأموال التي سرقت ولا بالفساد، ما الذي أجبر العبادي لإعداد قائمة بأسماء مسؤولين وإحالتهم إلى النزاهة والقضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع الفساد بالحقيقة مرتبط بالأساس بالاحتلال ومن جاء خلف الدبابة المحتل. كل الذين جاءوا خلف الدبابة الاحتلال هم عملاء وهم مرتزقة ولا يهمهم العراق وغير مكترثين في بناء العراق، وإنما هم جاءوا لإكمال المهمة التخريبية التي قام بها الغزو والقوات الاحتلال. فالعملية التخريب مستمرة منذ عام 2003 إلى يومنا هذا ولن تتوقف حتى زوال كل الأسباب التي أدت إلى هذا الخراب. ومن بين هذه الأسباب ومن أهم هذه الأسباب هو أن الذين تسلطوا على العراق كما ذكرنا هم عملاء وخونة للوطن ويستهدفون تدميره وتدمير بناه التحتية وتدمير بناه الاجتماعية في المقام الأول، وهذا ما حدث العراق للأسف. الذي قال ذكره العبادي بإعداد قائمة، هذا سمعناه أكثر من مرة، قائمة من الفسدة الفاسدين. الحقيقة العبادي هو على رأس الحكومة الفاسدة. الحكومة العراقية تتألف من وزارات ومن مستشارين ومن نواب وزراء ومن هياكل فاسدة كلها. فإذا أراد أن يعد قائمة فيجب أن يكون هو ضمن هذه القائمة، لأنه هو موجود في العملية السياسية وفي المناصب الحكومية. هنا النقطة الأهم أستاذ لبيد، يعني هل عملية إصلاح منظومة إدارة الدولة والتصدي لغول الفساد الحكومي كما يدعي حيدر العبادي مرهون بقرارات ملاحقة الفاسدين الصغار وترك حيتان الفساد تعبث بالعراق كما تشاء؟ نحن أمام مشهد كاريكاتيري مضحك بالحقيقة. المطالبون الذي يطالب الحكومة بمكافحة الفساد بالحقيقة هذا هو يتناقض مع نفسه، لأن أساس الخراب أحد أعمدة المفاصل الأساسية للخراب هو مصدره الحكومة ليس فقط البرلمان. طبعا البرلمان فاسد والقضاء فاسد والحكومة هي التي تتحمل المسؤولية الأكبر، لأنها هي السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن المال بالحقيقة وكيف يستحصل المال وكيف تصرف أموال البلاد. فهي المسؤول الأول عن منظومات الفساد، المسؤول الأول، لأن الحكومة كما ذكرنا هي التي تتحكم بالموارد. فإذا الحكومة غير مؤهلة بمكافحة الفساد. لذلك من الخطأ أي مطالبة لجهة رسمية حالية تنتمي إلى العملية السياسية، أي مطالبة لها بمكافحة الفساد هذا خطأ كبير. يجب أن يكون هنا مطلب رئيسي أساسي وهو اقتلاع العملية السياسية، إسقاط النظام السياسي، لأنه هو مصدر الفساد. هل تعتقدون أن هذه الإجراءات الترقيعية ستقنع المتظاهرين الغاضبين ضد الفساد الذي جرف مقدرات الدولة؟ بالتأكيد لا، من الممكن أن تمتص غضب بعض الناس البسطاء، لكن في الحقيقة المظاهرات هذه المظاهرات الأخيرة مهما قيل عنها لكنها تختلف عن المظاهرات السابقة. هذه المظاهرات مظاهرات انطلقت من معاناة كبيرة خصوصا من الشباب دون 30 سنة. هؤلاء يشعرون بأن مستقبلهم تدمر بسبب الفاسدين وبسبب الأحزاب الفاسدة وبسبب إيران مصدر الأساسي الذي يستثمر العراق ويستثمر طاقات العراق وكل موارده من أجل أن يحوله إلى منظومة وأدوات لمشروعها الاستراتيجي في المنطقة. المتظاهرون لن يقتنعوا بكل هذه الإجراءات الترقيعية وبكل محاولات امتصاص النقمة الحاصلة الآن في الشارع العراقي. أنا أعتقد أن المظاهرات ستتطور وتتنامى وتتحول إلى مراحل أخرى، قد تكون عصيان مدني ثم ثورة شاملة.
قادة الكتل السياسية وهم المسيطرون على المشهد السياسي في العراق الآن، إن كانوا يعتقدون أن في العراق فسادا حكوميا يتطلب مواجهته، لماذا انتظروا عقدا ونصف من الزمن وخروج تظاهرات وسقوط قتلى للبدء في مكافحة ذلك الفساد؟ نعم، هذا يدلل بدون شك على أنهم غير جادين، لأن هذه المرة وجدوا أن هذه المظاهرات غير مسيرة من قبل أحزاب سياسية كالسابق، وهي تختلف عما كانت عليه المظاهرات التي اعتدنا عليها. هذه المظاهرات تجاوزت الخطوط الحمراء وضربت القدسية عرض الحائط، خصوصا القدسية المتمثلة بالرموز الإيرانية، أحرقوا صور الخميني وأحرقوا صور الخامنائي وكثير من الرموز التي كانت تكتنفها قدسية كبيرة ولا أحد يتجرأ على حتى على سبها أو شتمها. هذه المظاهرات ضربت كل ذلك عرض الحائط، ولذلك شعرت الأحزاب السياسية بخطر كبير من هذه المظاهرات، لأنهم كسروا حاجز الخوف. لذلك يحاولون الآن كما ذكرنا أن يذروا الرماد في العيون ويحاولوا أن يخدعوا الناس بهذه المحاولات التقطيعية. عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدة عيم مالمو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.